السلام عليكم. اليوم درت لكم هذا الفيديو خصيصا لكم للطلب ديالكم اللي هو بغيتو نحضر معكم الخبز. نعاود الطريقه ثاني من جديد. الخبز اللي درت في الحصه اللي فات اللي هو ديال الدجاج في الفرن. الخبز ديالي كندير بالطريقه ديالي اللي هو دقيق الزرع اللي كنطحنو في الدار. انا غادي نبدا معكم من الاول. صراحه انا كندير كميه كبيره وكنخليها في المجمد اللي كتقد اسبوع كامل. انا عندي هنا غادي ندير كميه ديال 2 كيلو بين دقيق القمح والفرص، واللي كندير فيه شويه الفرص باش يجيهم خفيف وما يكونش شاد بزاف. عندي هنا كيلو ونص ديال الدقيق القمح. نتوما تقدروا تبداو غير بنص كيلو، يعني الا بغيتي ديروا نص كيلو ديال العجينه ديال الدقيق ندير 400 غرام ديال الدقيق ديال القمح و100 غرام ديال الفرص. كيف كنغربل الدقيق؟ انا علاش غادي نغربل داك هاد الدقيق؟ اولا كنغربلو بالغربه الغليظ، بغيت نحيد غير ديك النخاله الغليظه بزاف، او الا كاين شي زبال ولا شي حاجه ما كنديروش الثقه، ضروري كتكون شي حاجه في الدقيق. كنغربلو كامل. بعض المرات كنلقاو شي زبال ولا شي خيوط ولا شي حاجه من عند الطاحونه. هانتوما شفتو هاد النخاله اللي غليظه اللي هي ديال الشعير، كنحيدها ما كتجيش مزيانه في الخبز. ها هو غربلتو، غادي نديرو في الباسيل. تقدروا تعجنوه بيديكم وتبداو تشربوه الماء بشويه بشويه حتى كتعجنو كامل، او ديروا في الباسينه ديال الباتور ديالكم الصغيره. نتوما ديروا غير كميه صغيره. انا حيت اصلا عندنا حنا الماكينه الكبيره مع كنخدموا بها وكنستعملها حتى العجينه. غربلت هو الفرن حتى هو غربلتو. كنستعمل الخميره الفوريه. في كيلو ديال الدقيق كنديرو 15 غرام ديال الخميره الفوريه او 30 غرام ديال الخميره المعجونه. وفي نص كيلو ديال الدقيق ديرو 8 غرام، عوض 7.5 ديرو لي 8 غرام ديال الخميره الفوريه. سد هذاك الشتم دابا، هذا كثير ما كيخليوش الناس يسمعوا حتى هما كيخدعونا. إذا عندي 2 كيلو غادي ندير فيها 30 غرام ديال الخميره الفوريه. غادي ندير كل شيء في نفس الوقت. الملحه كنديروا ديما 20 غرام ديال الملحه في الكيلو ديال الدقيق. إذا عندي هنا 2 كيلو غادي ندير 40 غرام. ممكن تنقصوا من الملحه، كاين اللي ما كيبغيش الملحه كثيره. انا كذلك غادي نقص من الملحه. غادي ندير عندك 40 غرام، غادي ندير 30 غرام ديال الملحه. ولا لاحظتوا انا كنستعمل الملحه البلديه، الخبز كتجي مع الملحه البلديه من الاحسن، احسن من ديك الملحه اللي كتكون مطحونه بزاف. الملحه البلديه ماشي الملحه الحيه، الملحه البلديه هي اللي كتباع بالكيلو كتكون حرشه بزاف وكنعاودو نطحنوها، كتباع غير بالعبار. بعض المرات كنتلاقوها غير عند في الكرارس. ثم من بعد ما حطيت عبرت الملحه غادي نديرها جانبا، ما نحطهاش فوق الخميره. كندير زيت الزيتون او زيت البلديه، ممكن تستعملوا زيت المائده الى ما متوفرش عندكم. زيت الزيتون هي اللي كترطب لينا الخبز. عندي تقريبا انا غادي نعبر لكم بالكاس. كل كيلو ديال الدقيق كندير فيه نص كاس ديال الزيت. اي ما يعادل 50 غرام. دابا انا غادي نعمر، عندي 2 كيلو ديال الدقيق غادي ندير 100 غرام. هانتوما كاس الزيت ما عمرش حتى الراس حتى الفوق. بسم الله كيجي زوين زيت الزيتون، كتجي زوينه في الخبز. قبل ما نخدم الماكينه كل كيلو ديال الدقيق غادي ندير ليه 800 غرام او 800 مليليتر ديال الماء. 800 يعني انا عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق غادي ندير كيلو ايترو و 600 مليليتر. غادي نكب هذه الكميه هي الاولى كامله حتى في الباتور الصغير نفس الطريقه. غادي ندير سرعه واحد. بسم الله هاد الماء اللي كنستعمل
عمل راه دار ما تخلفش، وكنبدا نزيد تدريجيا غادي نعجن هذا العجين مده ديال 10 دقائق حتى 12 دقيقه. دابا على سرعه واحد غتجمع العجينه تولي طرف واحد وندير سرعه ثانيه. كنبدا نشرب ليها الماء بشويه بشويه، هكا العجينه تشرب داك الماء نزيد كميه اخرى، خصني نكمل عاد إيترو ونصو إيترو و600 غرام كلها. ما تخافوش إلا بانت لكم عجينه راه طلاق، راه كتجمع مع الدليك. انا في هذه المرحله غادي ندير سرعه ثانيه، دايره التوقيت باش نعرف انني كملت 10 دقائق. هانتوما الى لاحظتوا العجين بدات كتجمع على الكروشي، تجمع انا وقفتها باش تسمعوني مع الصداع ديال الماكينه. انا دابا كملت الماء ديالو، غادي نخليها تكمل التوقيت ديال 10 حتى 12 دقيقه، المهم تدلك مزيان وتعجن وتجمع شويه. شتو الى لاحظتوا تجمع كل العجينه كلها تجمعات على الكروشي والباسينه تنقات، تجمعات ولات إلاستيك ولات مطاطيه، ومع ذلك باقي ليا جوج دقائق غادي نكملهم في العجين. العجين ديالي صافي دلكات، انا غادي نحطها في الباسيل، كندير لها هكا كنفزق انا هاد البانيوات باش العجينه ما تلصقش ليا من الاول. لي زاستيس كنوضحهم انا حيت عندي كميه كثيره، داكشي باش درتها ندير جوج كوبايه هكا. هانتوما خصكم تشوفوا القوام ديالها كيفاش داير، انا دابا نسيتها النص. هانتوما شد شد صحيحه ما كتقطعش، شو شتو تكون إلاستيك. شتو العجين خصها تكون مطاطيه وتكون ما كتقطعش دغيا. ها نتوما علاش انا قسمتها حيت كثيره ما بغيتهاش تفيض ليا من البانيو. دابا انا هاد العجين دابا درتها في البانيو، خليتها طويله هكا، نغطيها بالغلاقه ونخبيها 60 دقيقه، يعني ساعه المكانه وهي كتخمر. درت القطاعات بعدا حيت لانها دلكات مزيان، نخليها ساعه المكانه ونرجع لكم.
العجينه دوزت ساعد المكانه وهي كتخمر. ها نتوما تشوفوا شو كي دايره، كنفزق يدي بالماء وغادي نتنيها على ربعه. ها نتوما الماء من هاد الجهه، نعاود نتني تاني من هاد الشيء. الاتجاه الثالث والاتجاه الرابع، طويتها على ربعة صافي. نعاود نغطيها ونعاود ندخلها تخمر ساعة المكان. هانتوما كندير الماء يدي بالماء باش ما تلصقش ليا العجينة. نخلي العجينه تخمر ساعه ونرجع لكم. العجينه راه دوزت 60 دقيقه الثانيه، دابا غادي نعاودو ندوز نقادوها. شتو دابا بدات تخمر، طلعت بسم الله شوفو كي دارت. غادي نعاودو نتنيوها بنفس الطريقه بحال المره الاولى، غادي نتنيها على اربعه. وهاد الخبزة الطريقة ديال العجين كتبغي شوية د الوقت. الاتجاه الثاني ثالث الرابع، دابا عيطني تاع الأربعة. غادي نغطيها ونحطها تخمر ثاني 60 دقيقة. نتنيها على أربعة، بدات كدير فقاعات، نوصل حتى للراس، هي كنوصلها حتى لهاد الجنب. صافي، نغطيها ونخليها 60 دقيقة ونرجع لكم. العجينة كملت الساعة الثالثة ديال الساعة الثالثة. صافي دابا غادي نبداو في التقسيم ديالها. هاد الخبز كيبغي شويه ديال الخطر و تيبغي شويه ديال الوقت، داكشي باش انا كندير كميه كبيره وكنتهنى فيها. بسم الله، اول حاجه نقلب العجين في الطبله. شوف شتو كي دايره، شوف ما شاء الله كتعجبني انا ملي كتكون هكا. بسم الله، هانتوما خمرات ما شاء الله تخمرات. غادي نقطعها، ديرو شي موس ولا شي راكليت عندكم. شو هانتوما كي الفقاعات خامرة ياك كتبان ليكم، شو كي دايرين الفقاعات. الا بغيتو الخبز يجي قد في العبار ممكن ديروا الميزان. انا ما كنحتاجش كندير عيني ميزان، بغيتو تعبروه انا غادي نعطيكم العبار اللي كندير. انا كيعجبني ندير خبيزات صغار. بسم الله، غادي نوري لكم القياس اللي كنديرو ونعبرو. بسم الله، الا لاحظتوا شو كي كندير ليها، كنلوي العجين على بعضها. غادي ندير فيها 100 غرام الخبيزه، 100 غرام هذا قياس مناسب. نتوما الا لاحظتوا الطبله ديالي كنرشها كلها بالدقيق. شوفوا كي كندير، نتني على العجينة. من بعد ما عبرت العجينة كلشي درت فيهم 100 غرام باش يجوني مقادين. هانتوما شفتو كي كندير،
كنثنيها على بعضياتها هكا، باش تجي خاوية من الداخل، باش تكون مفشفشة وخاوية من الداخل. العجينة راني كورتها كاملة، غادي نغطيها ونخليها واحد 20 دقيقة ترتاح، عاد نرجع ليها نقرصها. العجينة دوزت 20 دقيقة وهي كترتاح، دابا غادي نبداو نسرحوها أو نقرصوها. أنا عندي هنا منديل، هانتوما درتو فواحد البلا، نكب عليه الماء، نغرقو في الماء. وهنا عندي النخالة، أنا ديما كنستعمل النخالة، كتكون مغربلة كتكون رقيقة، كنشريها عند في المطحنة. بسم الله، أول حاجة كنديرها هو زيت القطعة ديالي، كندوزها في الماء وندوزها في النخالة باش تشد. إما تسرحوها بيديكم ولا بالمدلك باش تسربيو، ونحطها في واحد المنديل اللي منديل نقي ديال الخبز. قطعة ثانية، كلشي كندوزو هكا. دابا راه ارتاحت العجينة، كما كنقدرو نكرصوها غير بيدينا. شتو القياس، كنكرصها رقيقة باش ما تكونش فيها البابا. الدراري ما كيبغوش البابا، ودابا الأغلبية الناس ما كيبغوش ديك البابا. انا كنبغي ندير مدلك باش كنربح الوقت. هانتوما السمك ديالها، وكيبقى لكم الاختيار. انا هكا كندير ليه باش ما يكونش غضي، ونكمل الخبز بهذه الطريقه ونرجع لكم. الخبز انا قرصته كامل قبل ما يخمر، انا كنتقبو، نهز شي معلقه ولا شي مغرفه ولا، كنتقبو كامل قبل ما يخمر. انا كندير فيه 4 ديال التقيبات ونخليه يخمر 30 دقيقه. نغطيه بمنديل نقيق ديال الخبز ونخليه يخمر. نغطيه يخمر ونرجع لكم. داز 30 دقيقه، الخبز هو خمر، شوف الفقاعات هو طلع، ما كيطلعش بزاف لانه غادي يكمر لي يطلع في الفران. في هذه اللحظه غادي نشعل الفران يبدا يسخن من قبل، خصو يسخن حتى 250، يطلع 250 عاد ندخلوا الخبز. الخبز كيبغي الفران يكون سخون بزاف. وحاجه اخرى، ملي شعلت الفران يسخن درت فيه البلاكات اللي غادي يطيب فيهم الخبز، خصهم يكونوا سخان. ودرت كذلك واحد الانيه اللي فيها الماء باش يبدا يعطينا البخار للفران. البلاكه سخنات في الفران، ونحطوا الخبز فيها. الخبز كيبغي نكمل. نحط انا الخبز كله في البلايك ونرجع لكم. الفران غادي يعاود يطلع لان دابا دخلت الخبز بارد، وغادي نرجل التوقيت على 15 دقيقه. انتم تشوفوا الخبز شو كي كيطلع في الفران. انتم الخبز الريحه ديالو بنينه. هانتوما يجيكم الخبز، وباش يبرد ليا كنسخنو كيعجبني نحطو هكا بهاد الطريقه.
ما غليش. طيب شرط حقه في الطياب. الشكيجة مقرمش من برا وخوي ومفشفش من الداخل، تاكلو غير بوحدو بلا دواز، يتكال غير بوحدو. اللمسة ديال الشاف عجبك هذاك الخبز؟ شتك رجعتي كنتي شميتي ريحته وجيتي كدير الريحة هو تيعيط ليا عشان تبارك الله كي تيبان خاوي كي يتكال غير بوحدو بلا دواز. هذيك التقرميشه ديالو من الفوق التقرميشه وحاول وخاوي وخفيف ما فيهش ليك الا بابا. الله يعطيك الصحه. الله اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، ينقر على الجرس يوصل جديد، حطوا اعجاب حطوا تعليقات ديالكم. هذا غير الخبيز وزيت العود وكزيره هذيك يا والله العظيم كيجي معاه زيت العود عرفتي هذا الخبز كيجي بزيت الزيتون الزيت البلديه رائع. وزبيت نياتك حليل وبراد ديالاتي براد ديالاتي بالنعناع ديال مراكش. انت عاود قطع وحده اخرى غير بدي ثم كيجي ما كيش تاكلو غير بوحدو. يلا بالصحة والراحة.